السلام عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه وسلامه يا رب. وان شاء الله غنتقاسم معكم المسمن والملاوي اللي غادي نصوبو. ان شاء الله كندير عجين وحده، ان شاء الله انا غنتقاسم معكم الطريقه. بسم الله على بركه الله. اول حاجه كنحتاجو دقيق الفينو اللي تيكون ديال القمح، هو تيكون رقيق هكا ناعم، ما تيكونش صلب قاطح بزاف. بسم الله غنديرو فيه زلافه، وغنحتاجو الفورص حتى هو. الفورص غنحتاجو فيه جوج زليف. انا الدقيق عندي اخواتي راه مغربل، يعني مقدار ديال الفينو مقدار ديالو ديال الفورص جوج مرات. الا درنا كاس ديال الفينو كنديرو جوج ديال الفورص، درنا جوج ديال الفينو كنديرو ربعه ديال الفورص. بسم الله كنديرو شويه الملحه، شويه الملحه هكا، شويه سكر سنيده كيبقى اختياري، غير هكا غير راس معلقه هكا، غير شويه ماشي بزاف. خواتي دابا غادي نعجنوا العجين ديالنا، غنديروا شويه الماء. انا خواتي كندير الماء بارد، ما تنديرش الماء دافي، حيت العجينه ديال المسمن اولا ديال هذا الملاوي تتبغي تكون بالماء بارد وتبغي ترتاح. انا ما تنديرش فيها الخميره، ما كنديرش داك المخمر، داك الملاوي المخمرين هذوك بوحدهم، هذا غير العجينه ديال المسمن. انا تنخرج منها المسمن اللي هو مربع اللي هي الرغيفات، وتنخرج منه الملاوي. نتوما تشوفوا الطريقه، تنعجنوا بالماء بارد وتنعجنوا في الصباح الوقيته اللي تنعجن الخبز. انا دابا عجنت الخبز راه تيطيب، الوقيته اللي تنعجن الخبز كنعجن معايا العجينه ديال المسمن والملاوي، وتنغطيهم وتنخليهم يرتاحوا حتى العشيه عاد باش كنطيبهم. كنلقى العجينه مرتاحه، قد ما ارتاحت العجينه قد ما كتجينا مزيانه في كتجينا مزيانه في الخدمه ديالتها. المسمن والملاوي ديالنا كما كتشوفوا كتولي رطبه. ندخلوا فيها هذا الزيت. سطح العمل بطبيعه الحال راه نقي نظيف، كما كتشوفوا من بعد ملي تترتاح اخواتي كيف كتولي ساهله حتى في التشكيل، حتى كتولي بحال كنقولوا طايعه في يدك. ان شاء الله دابا غادي نقسموها كويرات صغار، كل واحد على الحجم اللي كيبغي. واخا ما نقطعش بقاده اخواتي، من بعد انا كنقادها نوريكم طريقتي اش كنقاد. انا نحاول نجيبوهم عبار واحد، هذه طريقتي اخواتي كيفاش كنقاد الملاوي. كنجيب طاوه ندير فيها شويه الزيت، ولا بلاطو ولا اللي كان، انا تندير هكا الطاوه باش
ندهنوا بالزيت صافي، وتنحطوا فيها السمنات ديالنا الكرات ديالنا. كملت لكم طريقتي في التشكيل. كتجي ساهله هاد الطريقه باش كتشكلوا بها. على العرض اللي بغيتو والفورمه اللي بغيتو ديال الملاوي، بغيتوهم صغار بغيتوهم متوسطين بغيتوهم كبار، انا هذا الحد يعني جاني مزيان. هذه طريقتي اخواتي بالنسبه للعجين. عيات ما تعلم في امي ديك اللعبه ديال هكا والو، تنصاوب الاولى من بعد ما كنبقاش نعاود نصاوب صافي. وانا ندخل يعني بحال كنقولوا يعني درت هذه الطريقه ديالتي بوحديتي صافي، وليت كتجيني ساهله في تشكيل لا العجين ولا الملاوي ولا المسمن ولا القريصات، ولا كتجيني ساهله هاد الطريقه في العمل. غير هكا كنبقى نخدم بها هكا صافي، حتى كتشكل ليا الكره ديالي واخا ما تكونش مقاده. هانتوما اخواتي كندير لها غير هكا صافي، ها الكره ديالي تشكلات كيف ما كتشوفوا هكا صافي، وكنبدا نجمع فيها هكا غير بيدي هكا 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 كنديها ونجيبها. ها هي الكره ديالي تشكلات اخواتي. دابا غنديروا لهم شويه الزيت وعاود ثاني غنخلوهم يرتاحوا واحد شويه. هو المسمن اولا الملاوي كيما سبق قلت لكم سرو هي يعني السر ديالو باش كيجي مزيان، وهذا هي ديك العمليه ديال كنتو عارفين العجينه راه ما فيهاش الخميره، يعني ضروري ما خاصها ترتاح. غنغطيها بواحد البلاستيكه ونخليها ترتاح. كما كتشوفوا اخواتي كنجيب غير بلاستيكه هكا ديال المطبخ اللي تنستعملها الكونجيلاتور، بلا ما تندير داك فيلم اليمونتير ما غاديش يشد ليا فيها الطاوله، احسن هاد البلاستيك صافي اخواتي. وكنخليها عاوتاني تقريبا واحد نص ساعه. المهم انا كنكون نشقى ويديا مع الملاوي، نخليهم يرتاحوا تقريبا غير واحد نص ساعه هكا صافي، نبداو نشكلوا فيه ان شاء الله بحول الله. عندي هنا الزبده المارغرين ديال المارغرين ديال التراك ولا ديال الحلويات، انا تنخلطها اخواتي هي والزبده ديك الصفراء المبستره، تنديرهم بزوج مع بعضياتهم وتنخدم بيهم. غنديرهم يذوبوا مع شويه الزيت، مع شويه الزيت باش ما يتحرقوش لينا حتى يذوبوا، وعاد باش نضيفوا لهم خماره ديال الحلوه. ما كتشوفوا اخواتي من بعد ما دارت ليا الزبده انا كنضيف لها خماره ديال الحلوه. ناخذ اخواتي الفينو، انا الفينو اخواتي ما تنديروش في هذا في شي صحن مطرش بيديا، نتوما عارفين اليد كتكون عامره بالزبده والزيت، فالفينو كيشد ليا في يديا. فانا ملي اخوات عندي هاد القريعه هكا نيا كان فيها الثوم، ما عقلتش واش كان فيها الثوم، المهم شي حاجه في التوابل، غسلتها وخليتها هكا نيا. مره تنخدم بها هكا الملاوي ولا المسمن ترش بها بحال هكا، كتجيني عمليه وسهله. بسم الله على بركه الله. نبداو في تشكيل العجين ديالنا، نديرو الزيت كما سبق قلت لكم سطح العمل فهو نظيف. شفتوا العجين ملي تترتاح كتولي كتساهله انها كما كنقولوا طيعك في الخدمه، انك ساهله انك تشكليها. نورقوا اخواتي حتى يبان لنا سطح العمل، يعني تولي العجين عندنا شفافه تماما. هو يعني هذه هي النصيحه الثانيه اللي نعطيكم بخصوص المسمن ولا الملاوي، هو ان العجين ترتاح اولا، ترتاح ثانيا يعني ترقوها في الخدمه، يعني قد ما كانت رقيقه هكا نيا قد ما كتجيكم مورقه وما تجيكمش معجنه من الداخل. دابا
الاخوات كنحط هذا الخليط ديالي ديال الزبده كنرش منها هكا من بعد كنرش هكا الفين ديالي واخا تقطع لكم ماشي مشكل عاود كندهن بالزبدة عاود كنرش الفينو هي طريقتي اخواتي في الملاوي كما شفتوا ملي كندورهم هكا ما كنجبدوش العجين ماشي كنجبدوهم باش ندحسوا لا باش نخلو ليها المسافه فين ترتاح هكا كنديروا يدنا في الزبده بطبيعه الحال صافي وكنخلوها ترتاح واحد شويه وغادي نضغطوه نحطو عليها تحط
انا خواتي ما كنحلش الملاوي ديالي في المقله، حتى كنجمعهم. اللي باغا تصوب الملاوي وديرهم في يعني في الثلاجه في الكونجيلاتور بلا ما تحلهم، غير طيبهم هكا وتخليهم حتى يبردوا وديرهم في بلاستيك وتجمعهم في الكونجيلاتور حتى تبغي تسخنهم وتبغي تقدمهم عاد باش تحلهم. ولا كانت غادي تقدمهم مباشر يعني من طياب تحطهم فوق الطبله، فتجمعهم ثلاثه ولا اربعه وتحلهم. كيف ما غنوريكم انا كيف ما كندير لهم، فهم راه حال الريوسهم اصلا راه في المقله. شوفوا اخواتي كيف كيجيو راه في المقله، تيجيو بحال الشكل كما نقولوا ديك رزات القاضي سخونه. بغيت نترفق في يدي سخونه. انا الملاوي اخواتي درت غير ربعه، حكت في المنزل عندي ولدي وهذا والزوج ديالي ما تياكلوش ليا الملاوي، تيبغوا ليا المربى حيت كيبغوا يدهنوه بالفرماج وب باش في الشوكولاط ولا هكا. نيا انا لا، انا كنبغي الملاوي بزاف، انا كنعزازي عليا الزبده والعسل. ضروري. شوف كيما كيجيو اخواتي محمرين وزوينين من بعد ما خليناهم يعني تلقوا مع هكا يرتاحوا، فهما كيجونا ساهلين اننا نعاودو عاوتاني نقرصوهم هكا بيدنا. كيف ما شفتوا اخواتي عجين وحده خرجت من الملاوي وخرجت من السمن، يعني وسط الشقه هكا هي مع الصباح ملي تكون السيده كتشقى تعجن العجينه وتخليها ترتاح، ما كتبغيش يد ليك اصلا ديال السمن غير ترتاح، غير تجمعها وتغطيها في شي بلاستيك ولا ديرها في بلاستيكه ولا شي سوبيره كتكون كتسد صافي، وتسد عليها وتخليها حتى ترتاح تشكلها كويرات وتخلي دوك الكويرات تغطيهم، وحتى العشيه يعني حتى تسالي شقاها وتغدى وتجمع الدار وتشد الجفاف وهذا وتسالي الشقه في العشيه ملي قرب وقت الكسكروط ولا وقت اللمجه فهي تنوض هكا هي وتشكل المسمنات ديالها صافي وطيبهم كيجيو زوينين. ما نقولش لكم زعما بصراحه جربوهم راه ساهل، اللي البنات اللي تيتخوفوا من الملاوي ولا من المسمن راه ساهل. شفتوا كيفاش درت لهم انا في الطريقه ديالي كيف كنديرهم ملاوي، كيجيو هكا مورقين وكيجيو زوينين. انا غنحلهم قدامكم وغتشوفوا، ما نحس مثلا نحلهمش في المقله، حتى نجمعهم كاملين. مثلا انا عندي غير ربعه غنجمعهم بربعه وغنحلهم في دقه واحده وغتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش غايجي. راه في المقله تيتنفخوا، راه في المقله هما محلولين في المقله، انا ما بغيتش نحلهم هنا تنحطهم. والمقله تكون حاميه وملي طيبوهم طيبوهم على نار تكون متوسطه، يعني ما تكونش سخونه بزاف باش ما يتحرقش من برا وما يطيبوش لكم من الداخل. مره مره دورهم هكا باش جميع الجوانب يطيبوا فيها. مثلا انا حطيتها في هذا الجنب، هذا الجنب تيبقى سخون، كنعاود نرد لهذا الجنب عاوتاني تاخذ منه حتى هو السخونيه، ونعاود ندورها ثاني لهذا الجنب هنا هكا باش كتحمر من جميع الجوانب. كيف ما كتشوفوا الى البائعات المسمن ولا ديال اللي الصنقه اللي تبعو المسمن والحرشه، فكتشوفهم كيديروا هذه الطريقه ملي تيكونوا عندهم ديك الفران كبير كيبقاو يدوروا فيه هكا المسمن باش كيجي كله محمر في الجناب. كتشوفوا اخواتي بقات لي غير هذه اللي كتكونوا اخواتي يعني موجدين واحد الكميه ديال المسمن و
وغادي نتقدموها هذيك الساعه. فانتوما ملي كطيبوهم كديروا هكا واحد الربعه ولا واحد ثلاثه ولا اربعه اللي قديتو ثلاثه ولا اربعه، بعد ما كندير ثلاثه بعد ما كندير اربعه، تتعاودوا تحطوهم في المقله هكا غير باش يسخنوا واحد شويه وكتحلوهم. حتى هاد العمليه كتبغي تكون مسمنه يعني سخونه كما كنقولوا، غير تسخنوهم واحد شويه. راه يلا طيبتهم كاينين هاد الربعه انا عندي، غير بغيت نوريكم كيفاش الطريقه كنحلهم انا. ملي تكون عندي كميه كثيره فانا كندير بالثلاثه ولا بالاربعه هكا على حساب كما كنقولوا الفورمه ديال الملويه اللي عندي. غير كنسخنهم هكا شتي كيف ما كتشوفوا، انا غير كنهزها هي حاله راسها، يعني باقا كاع ما حليتها وحاله راسها. صافي اخواتي كنطفي النار حيت انا صافي هذه الكميه اللي عندي كانت كميه كبيره، فانا كندير بالثلاثه بالاربعه بحال ما هكا حتى كنساليهم كاملين عاد باش كنقدمهم للضيوف. انا عندي غير هاد الربعه شفتوا كيفاش ها هي دغيا تتحل، باقا كاع ما قصتها. صافي اخواتي كتجيبوهم هكا فشي صحن ولا غير في الرخامه، بعض المرات انا غير هنا في الرخامه تنحطهم غير هكا في الرخامه بحال هكا اخواتي. نتمنى في التصوير يبان لكم. صافي وكنجي كنجمعهم بحال هكا من الجناب وكنجي للجنب الاخر ثاني وكنضربهم هكا. صافي ها هو الملاوي ديالنا تحلو، شوفوا كيف كيجيو اخواتي شفتوا ها حتى تحلات جات محلوله يعني بحال الشكل اللي كنقولوا حنايا الرزايزه يعني رزه القاضي، جا كله محلول. هذه الاولى انتم شوفوا الثانيه كيفاش جات، شوفوا الثانيه هذه الثالثه. هاد العمليه كديروها متى كتبغوا تحطوه يعني تيبغي يتقدم. هذه الرابعه شوفوا كيف كيجي اخواتي كيجي محلول يعني بحال تقولي رزه القاضي ما تقوليش ملاوي. فهذه هي الطريقه ديالتي اخواتي اللي تندير انا في الملاوي، ونفس العجين اللي قلت لكم في المسمن وفي الملاوي. كيف ما كتشوفوا اخواتي المسمن ديالنا وجد، كيف كتشوفوا كيفاش تيجي، تيجي هكا مورق تيجي محلول من الداخل كما تنقولوا ورقه ورقه، يعني ما تيجيش معجن بتاتا من الداخل. انا درته هكا بحجم كبير حجم عائلي، ممكن ديروا حجم صغير. انا درته على ود ولدي تيبغي ليا هكا، تيبغي يدهن يدهن فيه الفرماج ولا يدهن به الشوكولا. شوفوا كيفاش كيجي اخواتي، تيجي هكا محلول يعني ورقه ورقه، يعني كيف ما شفتوا ما معجن حتى شي حاجه، حتى الورقه اللي كاينه الوسط فهي شوفوا كيفاش كتجي، تتجي رقيقه تتجي يعني بديك السبب. السر ديالو هو ديك العجينه كنخلوها تترتاح، وملي تنخدموها كنورقوها وتنحلوه بالزبده وكيف ما شفتوا بالدقيق الفينو. هذا اخواتي هو الملاوي كيف ما شفتوا من بعد ما حليناه، شوفوا كيفاش كيجي اخواتي من الداخل حتى هو ما تيجي لا معجن لا حتى شي حاجه اخواتي، يعني بحال كنقولوا رزه القاضي ماشي ملاوي، ماشي يعني بنس دير زبيده والزبده خصوصا الا كانت زبده بلديه سلاح الرز بده بلديه. وما شاء الله شوفوا كيفاش جا اخواتي يعني ما شاء الله. هذا اخواتي هي وصفتي انا وطريقتي ديال المسمن وديال الملاوي، يعني بعجين وحده كنخدم بهم نفس الطريقه. نتمنى اخواتي تجربوها خصوصا المبتدئين اللي تيتخوفوا من الملاوي. راكم شفتوا الطريقه ديالتي، رجعوا غير الفيديو عاودوه وانتم غادي تعرفوا الطريقه مزيان، وراها ساهله زعما ما فيهاش حتى شي مجهود. خفتوا من المسمنات يكونوا كبار او الملويات كبار، فانتوما ديروا كما نقولوا كرات صغار ولا اقراص صغيورين كويرات صغيورين وخدموا فيهم الوقت اللي غتكوني ديري المسمن مربع هكا. تعلمي في الملوي الملاوي حتى الملويات هكا صغيورين حتى وكان تدربي عليهم. فدي طريقتي اخواتي ونتمنى تجربوها وتعجبكم، ونتمنى هذا الفيديو تكون فيه شي افاده بخصوص المبتدئات. وخليت لكم الراحه اخواتي وفي امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.